بص يا ولاد بقى، انا نازله عشان ايه؟ اقعد بقى هنا اسهر هناك في الحرم، اطلع اسهر هناك في الحرم بقى. فاخدت شنطتي العده بتاعتي، الازاز دي بمليها عشان اقعد في جنب اشرب منها، ده فين وانا اثناء في الحرم. ماشي ماشي، هتصحر بتاعتي بشويه ميه وحلوه قوي قوي قوي. تمام تمام دي بقى بمليها وانا مروحه خالص، بجيبها هنا املي منها ازازتين اشرب منهم، الباقي اتوضى منه كده يعني، بمليها كده بتبقى حلوه. لو قابلت علي بمليها كتير عشان يشتلها، لو ما قابلتش علي بمليها نصها عشان اقدر اشتلها. يلا نحطها بقى كده اهو، ناخد شنطتنا ونطلع. صباح عسل، يا صباح سكر. احنا في البيت يعني يعتبر صباح ومساء، احنا هنروح نقعد لما الفجر يأذن نصلي، نقرأ قرآن لما الفجر يأذن نصلي الفجر ونيجي. يلا بينا عقبال ما تصلي في الحرم. ما يا رب ان شاء الله ما جالناش قبل نعدي اليوم كده من غير ما نروح الحرم، ما عرفناش يعني، احنا بنفس في نفس اليوم بتاع امبارح بس ما عرفناش، قلنا لا لازم نروح الحرم. بس الفندق فندق فخم ما شاء الله، حلو هادي هادي قوي، بس انا عرفت الناس كلها عليك، فبكره ما هيبقاش هادي، ما عادش هيبقى هادي، وانا اللي جبت ده كله لنفسي. بصوا هادي ازاي، بصوا هفرجكم لما ان شاء الله. اللهم لا تحرم حد من زيارة هذا المكان، وارزقها لكل مشتاق يا رب. صباحكم كله صباحكم رضا من عند ربنا، وكلكم ادعوا دعوة وربنا يتقبل كل دعاءكم، كل من دعا دعوة في كومنتات او في قلبه او في سره، اللهم تقبل دعوته. بصوا احنا النهارده يعني تاني يوم الفيديو بتاع امبارح، فقمت بقى من بدري قلت اجي هنا عشان اخش عند الكعبه واطوف شويه والف واصلي بقى، وما استقبل يعني استنى بقى الظهر ياذن، اصلي الظهر والعصر، ناويه ان انا افضل قاعده اليوم كله، لان طبعا موضوع المروح والمجيء كل صلاه ده صعب جدا في الزحمه اللي احنا فيها. اي نعم في اتوبيس وفي كله، بس شوفوا ما شاء الله، انا عايزه اوريكم بس استمتعوا بالمنظر، سيبكم من اللي انا بحكيه كله، انا عايزاكم تستمتعوا بالمنظر. اللهم ارزقها لكل مشتاق يا رب، اللهم لا تحرم حد من زياره بيتك يا رب، وتقبل كل دعوات الناس يا رب، تقبل صيامنا وصلاتنا وصالح اعمالنا، اللهم امين. ربنا يا رب يرزقها لكل مشتاق. خش اقعد انا في حته ظل بقى، لما الاذان يأذن نصلي لحد المغرب ما يأذن، نصلي التراويح وربنا يكرم بقى ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله. بصوا يا ولاد احنا قاعدين في انتظار المغرب يأذن، وانا قاعدة جالي تمراية وجالي بتهاية بتاع، بس انا وانتوا طيبين بجد، احساس حلو كلنا. بصوا كل خطوة زمزم، مية زمزم، مية زمزم، وقاعدين كده قدام بقى الكعبة بالدنيا وما فيها. انا مش نفسي في حاجة غير ان انا بلي ريقي بس، لان انا مش هموت واشرب حتى جنب ازازة المية، كوباية المية بتاعتي، استنيها بس يأذن واشرب على طول. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب يا رب. حي على الفلاح.
عايزه اقول لكم خلاص مع يعني احنا صلينا صلينا المغرب وقعدنا وصلينا السنه وقعدنا نقرا القران وبعدين خلاص جينا عشان نصلي العشاء ففضوا بقى المكان وقالوا هنصلي فوق هنا فانا هقف كده دقيقه بس اسمع الاذان قدام قدام الكعبه وبعدين اطلع اصلي فوق بس اشوف الاذان كده اسمع الاذان وانا واقفه قدام الكعبه وبعدين اطلع فوق. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله اللهم عز الاسلام يعني وعزنا. مكه زحمه، الكعبه زحمه بطريقه لا تتخيلوها، لا بجد زحمه بطريقه لا تتخيلوها. بجد زحمه جدا يعني هو ما عادش الا دقيقه على صلاه العشاء وبخرجوا الناس عشان نصلي وزحمه جدا جدا يعني الحمد لله. التراويح انا مت من الجوع فلقيت دي في شنطتي بقى لها باين اسبوع. لا لا بهزر. انا خلصت الامر انا خلصتها. قصدي مين اللي رايح معاك؟ مفيش حد رايح معايا، لا انا جايه لوحدي. فاكل بقى ايه بتاع كده وبعدين نقوم نصلي التراويح. اما نروح ناكل اي حاجه عشان انا جوعت قوي. حلوه. قبل ما ابدا اسمعكم الصوت بس ما شاء الله. تركبي اوتوبيس مش فاهمه اي حد بيقول اي حاجه، والله انا حاسه ان انا عارفه الليمبي لما كان بيقول مين اللي جاب القلعه جنب البحر، نفسي افهمهم بيقولوا ايه وكلهم بيتخانقوا مش عارفه. بس المهم في الموضوع ان انا ركبت الاوتوبيس الحمد لله، يعني ربنا كرمني وركبت الاوتوبيس بتاع الفندق بتاعي. يعني انا عشان توصلي انك تركبي اوتوبيسك فده انت معجزه. محدش عارف بيقولوا ايه. المهم يعني هتسالوني يا نشوى انت من الصبح من غير علي ليه؟ عشان علي دايما ماشي، عشان علي دايما انا ببقى في الحرم فعلي ما بيخشش الا لو لابس محراب، وانا بنزل وهو نايم وهرجع دلوقتي بقى. انا دلوقتي خلصنا صلاه العشاء والتراويح الحمد لله، احنا صلينا بروح هناك اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح واروح بقى ايه اكل لقمه. انا علي بيكلمني قال لي ان هو طلب اكل فاكل لقمه وانام. نفسي افهم بيقولوا ايه، انتوا فاهمين حاجه؟ بس هم ما شاء الله شكلهم عراقيين والعراقيين بيفهموا بس مش عارفه هما بيتكلموا مع بعض مش فاهمينهم. من الريح خراو. يلا السلام عليكم. مش عارف اصور. انت اتخضيت؟ انا دخلت فين؟ انت اتخضيت يعني شكلي يخوف. انت لابس ولا مش؟ مش فاتحه لايف يعني، فاتحه فيديو عادي لو انت جيت تتقص عادي. عارف انت لابس هدوم بذمتك انت ما قلقتش عليا وانا خارجه من صباحيه ربنا. والله البنت دي انا ما شفتها يا جماعه من امبارح، اقسم بالله من امبارح. ايوه انت ما شفتنيش من امبارح بقى، عملت ايه؟ عملت انا رحت هناك عرفت اتلم عليكي؟ كنت لابس الحرام وخشي لي جوه. بجد انا بقى مش جعانه، انا ميته جوع. وانا جسمي بيترعش جوع. طب ممكن بقى حضرتك هناك تتكرم وتحط انت الاكل هجهزه كل اللي اكلته هناك. كان بدقه متجعزه. انا دخلت قلت هناك تمرايه وبتاعت شرايح التوست واحد مش حاطها لي، وانا واحده مش حاطه لي واحد برضو راجل اعطيني مش يعني اعطيني واحده باتيه
وطمرايه وواحده جابت لي كحكايه. والله والله الحمد لله. بس جعانه بقى. انا اصلا انا جاي زعلان. احكي لك الوقت ولا واحده منها؟ احكي. عارفين الساعه كام؟ بصوا الساعه، بصوا الساعه 12 12 الا ربع. هاتي قول يلا. هاتي هاتي عشان انا جاي، انا جاي متضايق جدا والله يا جماعه. أه. شفت منظر، منظر ينرفز جدا. وبعد عشان ما تسكتناش ايه، ومش شفت هتلبس ولا تعمل ايه؟ انا مش لابسه. قول. احنا خارجين من عند من عند برج الساعه. اه. انا اول مره يعني اروح الحته اللي هناك دي. فالناس يا جماعه واقفين، كنا بعد صلاه المغرب على طول، فالناس واقفين عايزين يخشوا. والله يا جماعه ملايين الناس، والعساكر السعوديه واقفين عاملين الحواجز اللي هي البلاستيك دي، مش عايزين حد يخش. ما لو الناس دخلت والله العظيم انا بتهيألي الكعبه دي شلوها من مكان. ملايين يا جماعه الناس قسما بالله. وتشوفوا ان الناس وهم بيزقهم في العساكر، والله العظيم العساكر وقعت على الارض، والستات الكبيره والناس الله اكبر الله اكبر. هو جهاد والله العظيم، منظر فعلا نزعل. انه وقفت، انا كنت هصور المنظر ده بقى، قلت هيحصل مشاكل. والله يا نشوه مناظر فما تتخيل. اكل انا جعانه. طب يا جماعه ما سيبها ورا، بروح ناكل لقمه بقى. محدش عارف يا ولاد علي جايب لي ايه. والله يا جماعه نشوه ما تعرف عن، ما عادلهاش علاقه بالاكل يعني، ما عادش عارف احنا بنجيب اكل ايه ولا حاجه. ولو قعدنا بنعرف نتلم على بعض هناك في الحرم. معلش انت بتدلع نفسك بقى. ده كده علي جايب ولزوقه. ماشي اهو. ماشي. رايك بقى؟ ايه؟ حلو. ده مش مرضي. لا والله حلو. ده خضار؟ اه. دي شوربه؟ ده سكتك انت ده؟ اه جعانه قوي، جعانه قوي. طب يلا ناكل. بس بتهيألي اختار حلو يعني. اه ربنا يبارك لك. وشوربه ويلا بينا يا ولاد مش قادر. يلا ناكل. يعني فراخ وكفته وخضار. خضار حلو قوي. رضا من عند ربنا. رضا ده بقى ايه؟ يلا بينا. سلام.